تعالى يا حبيبي، نورت. اهلا بيك يا حبيبي. انا مش عايزاك تتكسف بقى، ده بيت عمتك. ها، انا بس يا دوبك هحضر الفطار لقمتين كده بسرعه وبعدين اكلم باباك. ماشي. ما بلاش تكلمي بابا، انا معرفش رد فعله هيبقى ايه لما يعرف اني عندك. ده ليه يا حبيبي مكبر الموضوع قوي كده؟ هفتح الباب واجيلك. وجدي؟ هو فين؟ لا وجدي ولا بتاع. انت فاكر اني مش هعرف انك موجود عند عمتك هلا ولا ايه؟ امشي اطلع بره. ايه ده انت تطردهم من بيتي؟ انت مش من حقك، انت ضيف زيه بالظبط. خلاص والنبي يا بابا، انت فاكر ان عمتك هتحميك من ايدي يالا؟ انت هتمد ايدك عليه وهو في السن ده؟ بقولك ايه يا ناديه، انت مش هتعلميني ازاي اربي ابني؟ بصي، هي فرصه لغايه بعد الفطار ارجع ما الاقيش الكلب ده موجود هنا. واذا كنت بتقولي اني مش من حقي ان انا اطرده من بيتك، انت كمان مش من حقك انك تعصي ابني عليا. انت فاهمه يا ناديه؟ معلش يا حبيبي انا اسفه ما كلمتكش اول ما هيثم كلمني، بس قلت افهم من هيثم الموضوع وبعدين اكلمك. هيثم، الاوضه دي اعتبرها اوضتك. وهنا انت ما انتش غريب، هنا زي بيت عمتك بالظبط. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي يا انكل عليو. تعمل لنا اتنين شاي وبكده تبقى شكرتنا. ماشي كلامك. انا مش عارفه ازاي ممكن اب يكون بالقسوه دي على ابنه. ربنا يلطف. بس اللي انا عايز اساله، ايه اللي ودى وجدي عندك في البيت؟ مش عارف، بس هو توقع اكيد ان هيثم هيجيني، وجه. مش عايز اقول لك عمل ايه بقى، قلب الدنيا وقعد يزعق وقال له تبات في الشارع وما تباتش عند عمتك. ما كانش قدامي غيرك. على الله، على الله، ما يبقاش قدامي غيري. عليوه الواد جوه. الله، يعني اطرده؟ لا، بس على فكره بقى انا لازم امشي عشان اتاخرت، هعدي عليك بكره. اوكي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5 على 6.